اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث في الآيات أو في الآية 48 من سورة سبأ إن شاء الله. بس قبلها نأخذ مقطع أو مقطعين. هون هذا البريطاني المشهور في لقاءاته في التلفزيونية، شو اسمه؟ مورغان. هي في مقابلة مع هذا المسمى نورمان كيف بلفظوها؟ فلينكشتاين، وبعض الناس بيقولوا سين فلينكشتاين، بس في بقول لما تكون هيك مع الاس ايش. المهم هي بده فلينكشتاين زي سبيشال. فلينكشتاين مش مهم الاسم. هذا الرجل على فكرة يعني من اليهود الموضوعيين. نعم صحيح. يعني والله سبحانه وتعالى اصلا شهد. مؤرخ. من انت امنه بقنطار ومنهم من انت امنه الى اخره. ليسوا سواء. ايوه ليسوا سواء. فهذا الان مورغان كانه بده يساله في برنامج، وكانه بده يلوم عليه انه انت يعني شهدت للمقاومه انه حقها الى اخره. فالان نشوف على وجه السرعه كيف برد عليه نورمان. You are the son of two people who... طبعا بذكره انه هو ابن لا يعني ابوه وامه من اللي نجوا من المحركه، من محركه هتلر على فكره. واحد منهم لما دخل الجيش الروسي في الحرب العالمية أنقذ واحد منه، والثاني لما دخل الجيش الأمريكي إلى آخره. الأب والأم يعني نجوا من المحرقة. فقال له يعني طيب أنت ابن طيب. Survived the Holocaust. You're a Jewish man. وأنت رجل يهودي، يعني إذا كانوا يهودي لازم يمشي غلط. طيب. How would your parents have felt? أيوة كيف تشعر أو يشعر يعني بيشعر والديك؟ طبعا أكيد أبوه وأمه ميتين، يعني مش قضية. ميتين ولا حي أحياء. About you, literally on the day. خصوصا إنه يعني في اليوم الأول لما حدث في أكتوبر 7 أكتوبر. طيب يعني كأنه بده يقول له شو موقف أبوك وأمك لو كانوا أحياء أو إلى آخره. That this happened. Talking about heroic. تتحدث عن مقاومة بطولية، يعني كان متحدث عن طيب بده لاحظ يأثر عليه عاطفيا أبوك وأمك إلى آخره. نجوا من المحرقة. Resistance. Talking about the souls of Gaza go marching on. How would your parents have felt about that? Well, first of all. والله بعرفش إذا كان أبوه وأمه يعني أحياء، بس هذا يعني معناته في منهم بعيش 90 و80 و100 و120. طيب بكله بجاوب عليه. Well, anything I write. أي شيء بكتبه. I have my parents looking. أجعل والدي ينظرون إلى الشاشة. At the screen behind me. خلفي. Over my shoulders. طيب يعني خلفي من وراي يطلعوا شو بكتب. يعني ما بستحيش من الموضوع. I once asked my. ومرة كاين سائل. My mother. متوفي أمه، كان سائلها مرة. I said to her, what was your feeling? شو كان شعورك؟ بسأل أمه. When you heard that the German cities were being. يعني شو شعورك لما سمعتي إنه مدن ألمانية تتعرض لتفجيرات إرهابية؟ شو كان شعورك؟ لأمه بقول. Terror bombed during World War II. خلال الحرب العالمية طبعا الثانية. Targeted bombing of the German cities targeting. وطبعا والقصف العشوائي اللي كان يتم، ما هو في الحرب العالمية الطرفين كانوا يقصفوا عشوائي. يعني كانوا بيستهدفوا المدنيين. شو بده يسأل أمه
اللي نجت من المحرقة. And my mother's response to me was, quote, لاحظوا رد أمه الآن. Our feeling was, شعورها كان, if we're going to die, إذا شعورها إنه إذا متنا بالقصف, يعني كأنه عزاها إنه بموتوا مع هم الألمان بموت بموت حدا من الألمان مع معهم. يعني انتبهت انتبهت شو القصد؟ شعورها طيب. We're going to take some of them with us. It was unthinkable. طبعا بقول لك من المحال وقتها في الظروف هاي هذول كانوا في الاعتقال في ألمانيا. That they would have a kind word. يعني بقدر شو يتكلم في مثل هذا الموقف يعني ملوش اعتراض على كلام أمه. To say about Germans. أساس يقولوا في اتجاه الألماني مثل هذا الكلام. And it was unthinkable. ومن من المحال. I would ever quarrel with them. إني أتخاصم معهم. I accepted that given their life experience. ولذلك هو تقبل الأمر على ضوء خبراتهم عم بتكلموا على ضوء خبراتهم أمه يعني ما خبرتها مع الألمان. يعني إنه إذا انقصفنا ومتنا بيكون روح معنا ناس منهم كمان هذا طيب. They had the right. لديهم الحق. To hate the people. الحق في إيش على فكرة؟ لكره الناس الذين دمروا حياتهم. مين اللي دمر حياتهم؟ الألمان. يعني بده يقول لك كمان شوي. وبالتالي الفلسطينيين لهم حق يكرهوا اللي دمر حياتهم. فهمت كيف؟ يعني هذاك حاول يورطه أبوك وأمك. قال له مثل ما أبو يعني أمه. لها الحق لأنها انظلمة اللي دمروا حياتها نفس الشيء بالنسبة للفلسطينيين لهم الحق حاول قاطعه على فكرة لما أدرك وين رايح الكلام who destroyed their lives okay. And the people of Gaza have the right to hate the people who destroyed their lives لهم الحق الفلسطينيين إذا يكرهوا اللي دمروا حياتهم you are the انتبهتوا القليلة يعني هذا البريطاني بيجيب ناس من المعارضين أو اللي بوقفوا مواقف إيجابية وبناقشهم بيحاول مش مثل هالطغاة وإعلام الطغاة في بلادنا هالحقيرين اللي الشيء اللي ما بيرضى الإعلام الإسرائيلي يقوله هم بيقولوه ضدنا ضد الأمة إعلام ابن سعود والهاشمي هذا وإعلام الإمارات يا أخوي ومن وراءها طبعا ما هي إلها أخطبوط إعلامي أموال البترول طيب ومين كمان منهم إحنا ما قلناش والسيسي يا أخوي السيسي طيب نشوف مقطع ثاني ولا نقرأ في التسجيل هذا طيب نأخذ كمان مقطع فقط Armenia نشوف هذا يبدو انه غضبان وبيعطيكم صوره وين وصل الامور في الخارج فيما يتعلق بالصهيونيه بشكل عام هو كلامه له علاقه بما رآه من جثث في غزه بكل ما انه يعني وسائل الاعلام ما بتظهرش كل شيء يعني ما عادتش تظهر زي ما كانت في الاول الا انه يعني بتكلم عن مشاهداته وبذكر الرجل اللي بيحمل ابنه إلى آخره نشوف نتخطى شوي الكلام اللي فيه هذا التفصيل بعدين نشوف شو بقول. If they've learned not to, but Israel committed another tent massacre today. I'm talking within hours they did this. They bombed tents, killing. بدي أتكلم الآن عن قصف اليهود للخيام والأطفال. Primarily. قتل النساء وقتل الأطفال وإلى آخره. Women and children. And the video is fucking there. The video. I saw a man carrying his adult or teenage son. يتكلم عن مشاهداته. And I have never truly understood what the word tatters meant when in reference to human limbs. But as he held his son's torso to his body and tried to drag him somewhere, and you watch leg tissue
blowing in the breeze. إذن وصف ما شاهدوا من مقتل نتيجة القصف الإسرائيلي للخيم وقتل النساء والرجال والأطفال. I thought I was becoming complacent. I was scared about that because طبعا بيعبر عن مشاعره بما فيها الخوف من هيك مناظر. When I would hear the news, it wouldn't shock me anymore, right? But the reality. وبالتالي ما عادش ينصدم بالمناظر اللي بشوفها من كثر ما شاف يعني. Reality is, it's not that the news became less shocking. It's that I stopped fucking looking because they kept making it harder to see. طيب. I'm never fucking getting those images out of my. المهم مش راح يخرج الصور هذه من دماغه من مخيلته لأن هذه الجثث وهذول الأشخاص في ذهني وفي قلبي أي لما بشوف يعني إسرائيل عم بتكلم شوف الصور هاي حتى يشوف إسرائيل تتفكك شوف الناس وين شو ردة فعلها الآن بالنسبة للصهاينة شوف إسرائيل تتفكك ومش بس إسرائيل In my lifetime it will be them that is on my mind and in my heart when I see يعني بده يظل هذه الصور في ذهنه وقلبه حتى يشوف تفكك إسرائيل وانهيار الإمبراطورية أني الغربية تتفكك شوف وين نقمتهم وعارفين صاروا بدولهم إيش بتعمل الصهيونية الإمبريالية استعمار الفصل العنصري يعني المهم حياته طيب بده ينفك كل ثانية حتى يشوف هذه النهاية له. And every breath in my body until the day I die to make sure of it. حتى يكون متأكد بتفكك إسرائيل وزوال إلى آخره. هذا الآن على فكرة مش مجرد شخص الآن في اتجاهات قوية جدا. صار الشعوب عم تتغير. تمام؟ وهذا زي ما قلنا سابقا برضو إحنا ممكن يغير نظرتنا للشعوب ونفرق بين الطغاة اللي بيبطشوا والشعوب وبيستغلوها وإلى آخره وبين عامة الشعوب اللي ممسوحة أدمغتها وشو دورنا في هذا الباب طيب الآن إذا نحاول نيجي في التفسير تقرأ يا شيخ من سورة قلنا سبأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد نعم هو ممكن كنا تعرضنا للكلام قليلا في كل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وما كانش في تفصيل في تفسير قل إن ربي يقذف بالحق علامه الغيوب وهي تقريبا على فكرة خمس آيات وراء بعضها تبدأ بإيش قل 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 وهي ورد في زي ما شفت ورد في السورة قل هذه 15 مرة يعني كنسبة بالنسبة لعدد كلمات السورة يرد 15 نسبة عالية كثير كل تبدأ الآية بكل من هالخمسة هاي اللي وراء بعضها ويبدو التعبير بكل بيكون يعني كشعار كأنه أو يعني شيء مركزي أيوة كيف كل هو الله أحد وفي لما فسرناها كلها هاي بتصلح شعار يرفع وهون أيضا بالذات هاي الآية قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب طبعا كل هو ابتداء موجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه بعدين في لكل مؤمن كل إن شوف مش كل ربي يقذف كل إن يعني إذن هو تأكيد على هذه الحقيقة تأكيد على هذه الحقيقة
يقذف بالحق. الآن القذف سبق طبعا عرضنا لمعنى القذف وهو الرمي بشدة، الرمي بشدة، وبعضهم قال الرمي من بعيد، ولكن يبدو مش دقيق القول إنه الرمي من بعيد، ولكن دائما الرمي إلى بعيد بده شدة، بس هو الرمي بشدة. ولذلك إذا بتلاحظوا القرآن الكريم لما تحدث في يرمون المحصنات أكثر كتب الفقه بتكون إيش؟ قذف المحصنات، حكم قذف المحصنات. وفي الحديث لا، أنه وارد في الحديث كمان، لأنه الرمي هون رمي بشدة، لما بده تتهم العفيفة المحصنة هذا شديد، شديد في عالم المعنى، ما هو إما شدته في عالم الحس القذف. ولذلك حتى على فكرة كانوا يدرسوا في المدارس في العلوم المقذوفات وكيف في القوانينها القذف بشيك اللي هو فيه شدة هذا. فقد فيه في اليوم آه هذا تعرضنا سابقا، تعرض نقول على وجه السرعة يعني بمعنى آخر، هو كان الوحي طالب من أم موسى عليه السلام إنها لما بتخاف تضع طفلها في التابوت اللي هو خشب يعني مش هيك، وتلقيه في اليم. الماء طبعا هل هو نهر ولا بحر مش قضية. طيب هي أكيد محضرة الآن، ما هي في وحي بقولها محضرة، محضرة التابوت. لكن لما كانوا جنود فرعون يجوا ويقتحموا الأماكن اللي عايشين فيها بنو إسرائيل، يقتحموا تمام، وكان لهم خطة طبعا في الحد من تكاثر بني إسرائيل، لأنه هذا هو الشيء اللي بيخليهم مطمئنين. هم بدهم إياهم وبدهمش، هم بدهم إياهم يستخدموهم، ولكن مش لدرجة يكثروا يستطيعوا ينقضوا على الفراعنة، لأنه زمان القوة كانت بالسواعد. فهون لما تم الاقتحام هون كان لابد أن يوحى إلها إيش؟ أن اقذفي، يعني بدك تشد عليها تقذف. هاي وهذا دليل على أنه القذف مش في مكان بعيد. هيو حتى فقذفيه في التابوت فقذفيه في التابوت، تابوت قريب، فقذفيه إذا شدة. ليش الأوامر المشددة برضو وقذف؟ لأنها هي مشان عواطفها بتتردد، اقذفي الجماعة في الحارة طيب هذا سبق قلنا. طيب هون قل إن ربي يقذف بالحق، إذن المقذوف هو إيش؟ الحق، المقذوف الحق. طبعا الباء على فكرة الباء لها عدة معاني في اللغة العربية، مثلا من معانيها الإلصاق، من معانيها الاستعانة، من معانيها المصاحبة، وتأتي أحيانا ظرفية زي مثلا لما ورد ببدر، قول الله سبحانه وتعالى ببدر، الباء هون يعني في بدر، في منطقة بدر ظرفية. طيب المهم هون بالحق مفهوم، بس إذا واحد فيهم حكي التالي على فكرة، لو أجا قال ممكن تحتمل معنى، بس مش هذا اللي بدنا نتمنى، إنه الله يقذف تمام، ولكن دائما قذفه بالحق. يعني أقرأها هيك، إن الله يقذف بالحق، لا إحنا بدنا نفهمها إن الله يقذف بالحق، يعني يقذف الحق تمام، يقذف الحق. ولاحظوا تعبير يقذف اللي قلنا عنه رمي إيش؟ بشدة. طيب علام الغيوب، وعلى فكرة هي وردت يبدو 4 مرات علام الغيوب، ولم ترد علام إلا مع الغيوب الجمع يعني، وأما إذا وردت مع الغيب فهي عالم، يعلم عالم، يعالم الغيب. أما علام الغيوب 4 مرات وردت، هاي واحدة منها علام الغيوب. طبعا علام صيغة مبالغة بشكل علام الغيوب، وقرأت
غيوب زي بيوت بيوت. هذه على فكرة غيوب وغيوب وبيوت وبيوت هذه من أمثلة ما سمينا الأحرف السبعة، وسبق تحدثنا الأحرف السبعة يعني لهجات لا ينبني عليها اختلاف معنى، تمام؟ طيب وهي قراءات. الآن طب لكم يعني ليش يقذف بالحق علام الغيوب؟ مين الذي يقذف؟ أول شيء رب الرب. طب لماذا يقول ربي مش ربكم؟ لأنه هو في هو أصلا في حالة صراع مع الكفر، في حالة صراع مع الكفر، وكيف أنه ربي يعني اللي أنا بدعو إله وبوحده وبنزهه وإلى آخره، والخالق ربي ربي يقذف كل، لأنه لمين الكلام بده يقال؟ وهو كل الكلام في كل وكل الخمسة دول هو موجه لمين؟ للناس الكفرة اللي هم في مواجهة الدعوة. يعني الرسول بوجه كلامه. أيوة يعني بوجه كلام كلهم ربي يقذف بالحق علام الغيوب. طب ليش علام الغيوب بالذات مع يقذف بالحق؟ لأنه إذا بتلاحظوا موضوع العلم، كل ما علمت أكثر كل ما كنت أقدر. يعني اليوم تتميز الدول اللي تطورت تكنولوجيا وتطورت في التجسس وتطورت في وسائل التنصت وتطورت في كذا هي وتطورت في يعني الجواسيس وعلم التجسس والتفاصيل واستخبارات مشان ايش؟ كل ما امتلك المعلومة الغائبة عنه كل ما كان أقدر. والغيوب أشكال وألوان. وتصور لنفرض الآن يعني حتى لو نأخذ في الحروب، لما بتيجي الدبابة بدها تقصف، اللي بقصف الدبابة في هناك من يعينه يحدد له بالضبط، والآلات اللي أمامه على فكرة مصنوعة بتعطيه الموقع وقربه بعده على أي زاوية. شوف كلها غيوب، كلها غيوب. إحنا كل ما حصلنا صرنا نعلمها نصير أقدر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انتبهت كيف؟ طيب الآن فالذي يقذف بالحق طبعا أولا المقذوفة بتكون فيها المقصود فيها توصل لهدف، والقاذف لهذا الهدف هو يعلم الهدف بالضبط. وشدة القذف شو المطلوب؟ يعلم مثلا البعد، يعلم 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 حيثيات كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بالدين وكيف يمكن. هو الحق على فكرة، الحق هو في عندك حق وباطل، الباطل زوال والحق ثبات. إذا الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق. لماذا يقذف في كل المجالات؟ يقذف ليثبت في الأرض. علام الغيوب. إذا واضح ليش علام الغيوب. كل ما علمت الغيب كل ما سيطرت أكثر. طب لما يكون علم علام الغيوب يعلم كل صغيرة وكبيرة، هذا هو الذي يقذف، الذي يعلم الغيوب. يعني قذفه للهدف يصيب حتما ويحقق المطلوب وفق الحكمة وفي الزمان المناسب، الوقت المناسب بشكل، تمام؟ وفي الناس المناسبين بشكل. يعني ممكن يقذف حقيقة في ذهن إنسان، هذا الإنسان يغير ملايين البشر لأنه بيعلم بالغيب، غيب هذا الإنسان وغيب باقي الناس، وكيف تسمع وكيف تتلقى وكيف تفاصيل إلى آخره. طب هذه حقيقة الآن على فكرة. بس قبل هيك خلينا يا شيخ نقرأ، أو أنا بقرأ بعض الآيات مشان لاحظوا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، مش لعب. طب لاحظوا، طالما مش لعب خلق، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا
فاعلين بل شو يعني؟ يعني مش السماء والأرض مش مخلوقات لعب بل مش مخلوقات لعب بل إذن إيش يعني؟ بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ ما هو خالق بالحق. طالما خالق بالحق إذن دائما القانون كيف تنتهي الصراعات بين الحق والباطل؟ الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق. ليش؟ لأنه ابتداء خالق إيش؟ مش لعب خالق. طب نوضح أكثر قضية بل نقذف بالحق، وإحنا سبق شرحنا هاي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إيش يعني يدمغه؟ مش هاي القضية. شوفوا الآية الثانية، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. طب طالما مخلوقات بالحق، انتوا بالكم الله سبحانه وتعالى بده يترك الأرض اللي استخلف فيها الإنسان للشياطين تعبث فيها وتخطط من أجل إفساد البشرية بدون أن يقوم أهل الحق والله معينهم، لأنه هو الذي يكذب بالحق فيبطل كل هذا؟ ما هو ما خلقها بالباطل وخلقها بالحق. تبعنا؟ طيب نأخذ آية أخرى. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وبعدين لوقت. طيب وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نأخذ آية برضو أخرى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي زي الأولى مش لعب، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني أكثر الناس ما بيعلموا هذا. شو يعني؟ يعني ما بيعلموا قانون الله، إنه طالما هو أصلا خالق بالحق، يعني خالق الخلق متلبسا بالحق، فأي سير في اتجاه الباطل مناقض للفطرة اللي خالق الله عليها، سواء كان فطرة الإنسان أو فطرة الكون، ما فطر الكون عليه القانون إنها بالحق. الحق اللي هو لاحظ هو قانون، معناته أي حركة للبشر في اتجاه نصرة الحق هذه مآلاتها محسومة، مآلاتها محسومة. وأي ناس بيعارضوا هذه الحقيقة مآلاتهم أيضا، مش بالضرورة في المعارك على فكرة أهل الباطل، ما هي المعارك إما أن تكون معارك فكرية بشيك، معارك في عالم الاجتماع والسلوك، ومعارك عسكرية ومعارك اقتصادية ومعارك سياسية ومعارك. هي لما انهارت في 2008 صار في انهيارات، نوع من الإنذار. زي يعني إيش من الإنذار؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعطيهم فرص بس دائما يفهموا أهل الحق إنه الكون من حولهم فطرة الله للإنسان، وفطرة الله الكون هي معك طالما أنت رافع شعار إيش على كل المستويات، سواء كان بأفكارك لاحظ دعوتك إلى الله إلى آخره، أنت دائما سائر في اتجاه القانون، هم سائرين معاكس إله. المعركة محسومة. طيب الآن نأخذ آخر آية، طبعا مش هي الأخيرة في القرآن اللي بتتكلم بهذا الكلام، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لأنه ليش ينذر الكفار؟ مشان ينتبهوا، انتوا رايحين في الباطل، انتوا رايحين في الزوال. وهي كيف على فكرة المجتمعات البشرية، انظر في التاريخ، حضارات سادت ثم بادت. الآن سؤال، لما بكتبوا أهل التاريخ كيف بادت، تكتشف انه كيف بادت اولا 1 2 3 4 5 مثلا اخلاقهم، شو صار في اخلاقياتهم. على فكرة يعني سبق اذا بتلاحظوا لما تحدثنا انه قبل مجيء الاسلام ب 200 سنة
كانت كل في الكرة الأرضية ما في حضارة صاعدة، كل الحضارات في حالة انهيار وركود، فيش صعود، فيش صعود 200 سنة قبل أن يظهر الإسلام. طب كيف حصل هذا الكلام؟ لما تيجي تدرس تاريخ الرومان تعرف كيف انهاروا ووصلوا لهذه الدرجة. الفرس، الفرس وصل فيهم الواحد يتجوز بنته، يتجوز بنته الكسرة. الهند والفساد الأخلاقي، يعني كان يعني مثلا الرومان، الرومان على فكرة لحد اليوم لما تيجي تنظروا في الرومان قبل الميلاد وبعد، لأنهم متمنوا المسيحية وبدوا شويها في متأخر، شو جاب الرومان تطلع لحد اليوم على التماثيل القديمة شوفها كلها عارية، تماثيلهم رجالا نساء. بعدين لما بتسمع عن قصصهم في المسارح اللي كانوا عاملينها في المدن، لا تزال الآثار موجودة، المسارح اللي عملوها بحيث الجماهير كلها تتواجد، وصل فيهم الفساد انه في المجتمعات الرومانية النساء يعني يقدم المسرحيات في امام الجماهير كلها، النساء يتسابقن امام الجماهير عاريات. هذول اليوم المجتمعات الغربية قوانينهم الدولة بتقبلهاش، آبائهم أفسد منهم كانوا، وشوفوا فنونهم القديمة وتفاصيل. وبعدين كانوا من وحشيتهم في المسارح يتمتعوا إنه مثلا يدخلوا شخص قوي مثلا ساجنينه أو كذا ويخرجوا له أسود وبده يقاتل، إذا بقدر يقتل الأسد وينجو، أو بقتلوا الأسد، أو مساجين كلهم أقوياء مثلا بتبارزوا، اللي بقتل اللي بقتل بنجو، واللي بنقتل بقتل إلى آخره. إيش عجيب، يتمتعوا بال والشعب بيكون مبسوط إنه يشوف القتل كيف بتم. يعني بدناش نتكلم عن المهم، إنه ما أحد بقول إنه لما الناس بتنهار أخلاقهم تمام وبيظهر المفاسد في المجتمعات إنه المجتمع بيستمر، لا بيبدأ ينهار. على قدر إيش بنهار؟ على قدر ما فيه عوامل هدم، لأنه في عندك عوامل أحيانا بتكون في المجتمعات عوامل بناء وعوامل هدم. طالما عوامل البناء بتغلب، يعني لما بيبدأ يغلب عوامل الهدم خصوصا في العلاقات الاجتماعية، معناته المجتمع بيبدأ يتسارع نحو الهلاك. نرجع إذن، أخذنا هاي الآيات، القصد إيش؟ إنه نركز إنه الله خالق بالحق، هذا هو القانون، والحق ثبات والبطلان زوال. الآن تقرأ لنا يا شيخ الآيتين كمان مرة مع بعضهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سريعا لأنه هاي سبق تعرضنا لها الآية. قل جاء الحق، جاء سبق قلنا إنه المجيء فيه قرب، المجيء الإتيان عن قرب، وكان الدين نازل، وهيو بيخاطب المشركين. إذا جاء ولا ما جاءش؟ جاء. كل جاء الحق شو يعني؟ انتهى. يعني دير بالكم مكية، وهذا من إعجاز، ممكن نستخدمه في إعجاز القرآن في المرحلة المكية، ويتكلم بهذه الثقة. مين هذا؟ إنه الرب. وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني بدناش نفصل لأنه فصلنا سابقا، ولكن لما تقول فلان لا بوكل ولا بشرب شو يعني؟ منتهي أمره، بنتي أمره، فلان متهالك لا يأكل ولا يشرب، لا من تمه زي ما بيقولوا عندنا، لا من تمه ولا من كمه ولا من كمه ولا إيه كمه ولا من كمه، لا من تمه ولا من كمه، يعني خالص انتهى انتهى. لأنه اللي عنده قدرة بيقدر يبدأ أشياء وبيقدر يعيد
تدوير. يعني يعني لما انهارت الماركسية ما كانش في اي مؤشر انها بتقدر الناس اللي بيأيدوها ومتحمسين إلها وكانوا بالملايين وكانوا دول، ما فيش أي مؤشر إنها بإمكانها تعيد تدوير الأمر وإعادة إيش؟ إعادة الشيوعية للأرض الواقع. ما فيش، بتقدرش تعيد، لا بتقدر تبدأ فلسفة جديدة، افهموها، لا بتقدر تبدأ فلسفة جديدة تنشرها بالقوة اللي كانت فيها وتنتشارها، ولا بتقدر تعيد الشيوعية لفعاليتها في المجتمعات. يعني انطبقت تماما على فكرة لما انهارت الشيوعية، ما عادت لا لا لا. بس ليش حصل هذا الكلام الباطل؟ لأنه الباطل إذا خلي الأرض خليت من الحق وبتخلاش، الباطل بيستشري، مش هيك؟ طب إذا هو متى يزول؟ لما يواجه بالحق، عندما يجيء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض شو كان؟ كان الأرض بتفسد. شوف الأرض بتفسد والله بسمحش لأنه خالق بالحق. إذا انتشر الفساد أحيانا عقوبة للمفسدين ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ما رجعوش بيستبدلهم، ما رجعوش بيستبدلهم فينهض. ولذلك لما انهارت الحضارات اللي قلنا عنها 200 سنة قبل الإسلام، ما كان أحد في وقت من الأوقات لما ظهر الإسلام في البداية في مكة في العالم شاعر إنه المنقذ هيه قريب جدا. الآن الفرس راح يطلع منهم أبو حنيفة وفلان وفلان والعلماء، وهم كان حدا شاعر إنه مكة هذا البلد النائي، يا البلد واد غير ذي زرع، عم يصنع فيه الحق لينتشر في الأرض كلها. وكيف كان انتشاره على فكرة؟ كيف بطيء يعني ولا كان قذف؟ انتشار المسلمين واندفاع الحق بالحق كان يعني ببطء ولا في كان قذف الى درجه لحد الان علماء الاجتماع والتاريخ بحاروا ايش هالشيء الخارق هذا؟ ايش الشيء الخارق؟ ليش بهذا الشكل؟ لانه الباطل كان ممتد في الأرض كلها. إذن الآن لما بده يأتي الحق بده يندفع اندفاع هائلة لتخليص البشر. وعلى فكرة هو من زمان إحنا قلنا جاء الحق انتهى، المسلمين رجعوا لدين وكانوا متخلفين ونايمين، متخلفين ونايمين، وفيش أحد يحمل الراية إلا قلة، والقلة مضطهدة والقلة مشردة والقلة كذا، حتى التشريد والتقتيل للقلة هو اللي بدأ ينشر الدين في العالم. والآن عم بتفاجئوا إنه مثل النار في الهشيم زي ما بيقولوا، بس في اتجاه إيجابي عم بنتشر بقوة إلى درجة بندهشوا. إيش هالسرعة هاي؟ إيش هالسرعة هاي؟ كيف بيصير؟ واليوم قاعدين بيعملوا إحصائيات، وبعد على فكرة حرب غزة بدأت تتسارع قضية دخول الناس في الإسلام. بلاش الآن دخول، البحث عن الإسلام لمعرفة مين هذول الناس اللي بيعتقدوا بهذا الدين. أيوة انتبهتوا لي، بل نقذف. وهنا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. علام الغيوب يعني ما بتتكامل على فكرة الصورة، ودور محاولتك لمعرفة الغيوب دورها في إيش؟ في إنك ترتقي وتقوى وتستطيع تحل المشاكل وبتستطيع تتقي السلبيات. ولا إيش معنى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير؟ هذا الجانب إيش؟ لا جانب الفوز. وما مسني أيوة إنك تدرأ الأشياء السلبية. تمام؟ كأن الله سبحانه وتعالى قلنا حين جاء علي أيوة حين جاء الإسلام فهو بالمرصاد للباطل على طول الأزمنة. ما هو إحنا ليش بنقول هيك؟ لأنه في ناس الآن بتوهموا وبيحاول الإعلام إنه والله العالم عم بيسيطر عليه قوة زي الماسونية أو قوة عبدة الشيطان أو كذا،
وهذول بيسخروا الإعلام وبيسخروا الأموال وطاقات هائلة. قوة خفية تحاول أن تسيطر على الأرض. في ناس بيقول لك إحنا شو نعمل؟ إحنا شو نعمل؟ طالما هم بيملكوا المال وهم بيملكوا علوم وبيملكوا وسائل الإعلام والجيوش والاقتصاد طيب بيقول لك خلص شو نعمل إحنا؟ أنت شو تعمل؟ أنت اللي بتملك أصلاً، أنت اللي بتجري مع القانون الرباني. ثم إنه الرب في كل العصور كل إن كل تبلغ إن كل إن ربي يقذف بالحق. مين؟ علام الغيوب. تمام؟ وبالتالي كل شو ما هو كله مكشوف، حتى المؤامرات مكشوفة. ما هو علام غيوب، ما هو من ضمن علم الغيوب كل هالمؤامرات بعلمها. وراح تكتشفوا بعد فترة إنه كل هذه ما تمارسه القوى الخفية وتحاول إنه هذا اللي جعل الناس تسرع في الرجوع إلى الحق. لأنه الباطل على فكرة الناس ما بت يعني عفوا أشبه أنا الباطل كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى خالقنا في الفطرة الحسية إنه مثلا الأشياء اللي بتضرنا في الغالب رائحتها كريهة، فمهما يحاولوا يقولون لا الرائحة جميلة بس إحنا شاهدين إنها كريهة. كيف يعني؟ كيف يعني؟ إلا في ناس بتنحرف فطرتهم عقوبة بقول لك لا تمام خليك. وسبقنا تحدثنا في هذه المسائل. فهون أنت بتناقض الفطرة، عم بتقول له الله خالقنا ننفر من الأشياء الضارة وجعل رائحتها كريهة ومنظرها كريه، حتى الشيطان الناس بتصوروه كريه الصورة، والملاك بتصوروه جميل تمام إلى آخره. فيعني هذه محسومة على فكرة، خصوصا أنه اليوم أهل الحق عم بقوموا وبيستغلوا كل طاقاتهم وعم تتطور في مواجهة الحق. طيب قل إن ربي يقذف بالحق، علام الغيوب في كل آن يقذف بالحق. طب والباطل شو بده يعمل؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيبه في دماغه طب وبعد الدماغ ما يتعطل؟ بعد الدماغ ما بيتعطل؟ فإذا هو زاهق. والزهوك يعني زهق. الآن فيه معنى التلاشي والاضمحلال والزوال قهرًا كمان مرة، الاضمحلال والتلاشي والزوال قهرًا تمام. ولذلك لما بيقولوا أزهق روحه يعني باقي دلعه فأزهق روحه، لا كائن بخلق فيه قهرًا. إن الباطل كان زهوكا. ومش بس هيك، وكله بيطلع من داخله. كيف لما نروح بتطلع كله بيطلع من داخله ويصاب في دماغه. خلاص إذا الدماغ يصيب شو يعني؟ في أساس طيب دماغه في الأصل طيب. في الآن يا شيخ برضو بدي تقرأ لي 53 من سورة سبأ. وقد كفروا به من قبل. بس شوي بالله، لا ارجع لي آية قبلها. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. شوي، هذا المقصود يوم القيامة. يوم القيامة بيقولوا آمنا. رد عيد الآية. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. يوم القيامة بيقولوا آمنا به وأنى لهم، يعني كيف نيجي للتناوش؟ هو فكرة التناوش بيفسروها في كتب التفسير تناول. طب هو إذا إذا تناول ليش استخدم تناوش؟ وهي الكلمة الوحيدة اللي في القرآن تناوش. حتى أقرب الصورة، مرات كانوا نسمع أقول المناوشات لما يصير بين الدول مرات على الحدود إطلاق نار، مناوشات بسموها. هذه المناوشات مش بتكون معركة التحام فيها، لا بيكونوا عم بضربوا من بعيد.
تناوش بضرب من كل واحد بضرب من بعيد. هذه بتبدأ هيك بعد قبل ما يصير التحام. قبل ما يصير التحام شو بصير؟ تناوش. والتناوش هو تناول من بعد. كيف يعني؟ زي ما أنت مثلا أو زي ما وارد أصلا في اللغة بعض الدواب لما بتتأكل بدها تأكل من الشجر بتجدها بتصعد هيك وتأكل تلقط إشي من الشجرة تتعربش تتناول بإيش؟ عن بعد، بعد بالنسبة لها. والتناوش بين الجيوش إيش؟ بصير من بعيد. فهو تناول عن بعد. كيف بدهم يتناولوا هذول؟ طب كيف إيش يعني؟ هو الإيمان أصلا شو هو؟ الإيمان أنت بتؤمن بإشي غائب، أول شيء غيب. الآن أصبح يوم القيامة والبعث أصبح حقيقة. شو بتقول لي آمنت؟ ما هيك هيك أنت يعني مش مؤمن بالبعث. إذا لما نقول إيمان لابد أن يكون الشيء الذي صدقنا به غيب. فإذا كان شهادة لا تجيش تقول لي والله بأمن أنه الشمس تشرق وهي طبعا مشرقة عليها. شو بتأمن يعني؟ لا يكون. طب أقول لك ما تأمنش، اكفر. تقدر تكفر قدامك؟ كيف يعني؟ إذا أهم شيء في الإيمان أن يكون الشيء اللي بدك تصدق فيه غيب. بعدين الآن مش وقته نكمل، كنا فصلنا في بعض الدروس في هذه المسألة. هذا الإيمان. طيب هذولا قال يوم القيامة عادوا بيؤمنوا بالله وبالقيامة لأنهم كانوا ينكروا البعث. ما هو أصلا من بداية السورة الكلام كله عن إيش؟ عن البعث. وكل الكلام في السورة عن البعث. هم الآن آمنوا بالبعث. شو؟ بعد ما طيب ممتاز. الإيمان اللي هو اشترطناه الآن لابد أن يكون المؤمن به، ما تؤمن به غائب. كيف هذول بدهم يتناولوا من بعد؟ وين هم وين؟ لازم يكون غيب وهم في هيهم واقع. كيف بدهم يتناوشوا؟ لأنه بدهم مكانهم بعيد. لأنه وين انت كان غيب في الدنيا، وهلكيت وين هم في الآخرة. كيف بدهم يتناولوا الإيمان يعني يصيروا مؤمنين وهم مكان عن الدنيا؟ والبعد أصلا دائما، والبعد يعمق الغيب. البعد في إيش على فكرة؟ البعد مش بس حسيا، والبعد حتى بالنسبة للمنطق. يعني البعد بكون في عالم المعنى. يعني مرات بكون إنسان بفسر لك أمر بتقول له هذا إشي بعيد، والله ما كان يخطر ببالنا، والله ما لا يخطر في البال، بعيد كثير عن الفهم. أو بتجيب له إشي صعب بعيد كثير عن الفهم، نستخدمه ولا نستخدمش؟ فإذا البعد، فأنا لهم التناوش يتناولوا هو بعيد عنهم. الإيمان على اعتبار قلنا إنه طيب هذه المقدمة. كيف ما فصلناش كيف أنا آمنوا الإيمان بعيد عن الدنيا؟ وأن لهم تناوشوا من مكان بعيد، لأنه لابد أن يكونوا في الدنيا ويكون البعث غيب حتى يكون تصديقهم إيمان. أما بعد ما صاروا فيها شو وين الإيمان؟ وين الإيمان؟ هذا واحد. اثنين نحل سألت اثنين، حتى لو كان إيمان، الإيمان الذي تثاب عليه والكفر الذي تعاقب عليه، هذا الآن كيف بدكم تتناولوا وانتوا في موضع الحساب؟ في موضع الحساب حتى يعني المكلف لما بده يثاب لازم يكون في إيش؟ أول شيء إيمان في الدنيا بمرحلة الامتحان. طيب والآن هم بدهم يؤمنوا وهم بعيد بعاد عن الدنيا، كيف بدهم يتناولوا؟ فيعترف لهم بإيمان يثابوا عليه أو يدرأ عنهم العذاب. هيك سؤالك؟ نعم. نعم الله يبارك فيك يا شيخ. طيب الآن تقرأ لنا إذن يا شيخ. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل
ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. انتبه، هذا اللي بأكده الآية اللي بعدها، وقد كفروا به من قبل. من قبل وين؟ في الدنيا. كيف بدهم يتناولوا؟ تناوش، حتى مش التناول، لأنه تناوش لابد أن يكون في بعد. وفي بعض أهل اللغة قال إنه تناوش مش التناول، طلب التناول. طلب التناول كيف يعني؟ هم عم بطلبوا، هم عم بطلبوا يتناولوا. والأدق يبدو إنه لا، هو من بعيد البعد. طيب، كان ما قلش التناوش من بعيد. لا، حتى أنا لو بدي أرد عليك يا عماد حتى ما نطولش، طلع عليك بدي أعبر مرات. وأنا لهم التناوش من بعيد مثلا، مش وقته يعني، في مسائل في اللغة هذه القضية. طيب الآن وأعادتهم، شوف قبل شوي إن ربي يقذف بالحق اللي هو علام الغيوب. هون لاحظوا، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وين كان هذا التصرف؟ إنه في الدنيا. يعني لاحظوا العقوبة الأخروية، هم أصلا كانوا في الدنيا يقذفون بالغيب من مكان بعيد. هون طبعا يقذفون بالغيب، خليني أخذ، احنا قلنا إنه الباء مثلا يطير بجناحيه، استعانة. الباء هون بمعنى الاستعانة، الطائر يطير بجناحيه، مش هيك؟ طيب ممكن الإلصاق، وامسحوا برؤوسكم، تمام؟ المصاحبة، تمام؟ وكلنا من ضمن ما قلنا إنه الظرفية زي ببدر. شو يعني أنت وين ساكن على فكرة؟ بالبيرة بتقول مرات، ومرات بتقول في البيرة، بتقول ساكن بالبيرة، ما احنا ساكنين بالبيرة مش هيك؟ ولا رام الله؟ ساكنين بالبيرة يعني في البيرة. هو في فرق على فكرة في المعنى، بس وصل لك. طيب ايش دقة في قولي في البيرة وبالبيرة؟ مش وقته، لكن خلينا هون يقذفون، خلينا ناخذ مثلا ويقذفون بالغيب، ناخذها ظرفية، ويقذفون في الغيب يعني بيقذفوا في عالم الغيب مثلا، من مكان بعيد، كمان بعيد، لأنه كل ما أبعدت شو بصير؟ قلنا في بعد حسي وفي بعد إيش؟ أقرب الصورة شوي. شو كيف يعني هذول الكفار بيكذفوا من مكان بعيد بالغيب كمان؟ هل كانت مثلا لما بدوا يتكلموا في الفيزياء إنه كيف نشأ العالم، والنظرية المنتشرة الآن من كل نظرية اللي هو الانفجار العظيم وكيف تكون الكون، وهذا النظرية أصبحت محرجة للملاحدة، فصار بعضهم شو يعمل؟ يخترع، يقول طيب إحنا عالمنا هذا عالمنا اللي إحنا فيه منظم، صح؟ طيب ولكن يبدو إنه ممكن في عدد من، لاحظوا ها شو عم بقول، ممكن في، أنا وين رايح الآن؟ في الغيب. وين رايح الآن؟ في الغيب. ممكن في عوالم لا نهائية، شوف لا نهائية، ونتيجة إنها عوالم كثيرة لا نهائية أجى عالمنا هذا زبط وصار في نظام. فهم بدهم يروحوا إلى مليارات 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 مشان يقولوا تفاعلات وتفاعلات وعملت نظام. فهم كذفوا وين؟ بالغيب والمكان البعيد. بعيد حتى في ولذلك واحد من الملاحدة قال للثاني، موجود على الانترنت وسبق قلتها، قال فيلسوف بريطاني راح لواحد زيه ثاني ملحد متخصص في الفيزياء، فقال له انا قلت على لسانك كذا كذا، قال له شو عوالم هاي؟ كيف بدها تثبت؟ كيف بدك تثبت انها موجوده؟ احنا، وقال له هيك، قال له بيني وبينك احنا في ورطه، هم ملاحده اثنين في ورطه. ليش في ورطه؟ ليش بدكم مش تعترفوا في ورطه انتم؟ فهون
واجه لذلك هذا اللي مات اللي كان مشلول شو اسمه؟ ستيفن هوكينج. هذا ستيفن هوكينج ما قبلش انه هذه عوالم لا نهائية. عمل حساب عمل حساب عمل حساب عمل حساب وقال يعني يبدو انه عددها 10 مرفوعة للقوة اظن 500. يعني تصور حط قدام 10 500 صفر من السنين من العوالم حسب عمل حسبه. عارفين ليش عمل الحسبه بهذه الطريقه هاي؟ تصوروا 10، انت بتقدر تنطق الرقم هذا 10 مرفوع للقوه 500 تحط 500 صفر قدام العشرة من العوالم. ليش هيك؟ يبدو حسب. وقال طبعا ما في شيء اسمه في علم الرياضيات لما بدك تحسب الاحتمالات شو احتمال ان يحصل هذا صدفه، حسبها 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 فاحتمالات عنده طبعا انه يحصل نوع من النظام في الكون اللي احنا فيه بده عدد من السنين مقداره اللي انتوا شفتوا 10 مرفوع للقوة 500 من العوالم. تفضل عادي. يقذفون بالغيب من مكان بعيد حتى العقل ما بدركش، حتى هذا الرقم تقدرش تطيق لفظه مش هيك؟ فهون هذا. فكانوا هم شوفوا هم عالم الإلحاد وعالم الباطل بيقذف في الغيب. طبعا في معاني أخرى للغيب أخذنا إحنا من ما بس مشان نقرب الصورة. قلنا ما تأتي بعض العلماء عدوا يعني 14 معنى للباء، وإن كان في بعض أظن سيبويه قال لك لا كلها بترجع لمعنى واحد، معنى الإلصاق عند لأن المصاحبة فيها إلصاق والملابسة فيها إلصاق يعني استعانة فيها إلصاق يعني سيبوي لاحظ معنى واحد ها؟ إنه في نفس الصورة كرر لفظ القذف. أيوة نعم. مش بعاد عن بعض. هون يعني كمان بيكونوا واثقين هم يحكوا كأنهم بيحكوا علم وهو ليس بعلم. أيوة هم بتكلموا بشدة بحقائق بعلموا حتى بعلموا اللي بيخدعوهم وبكتبوا لهم كذا وإنه هيك الحق وإنه هيك الحق. ولذلك أنا شاركت من مدة بكتبش أنا في الفيسبوك بس في صفحة مرات بشارك يعني كل شهر مرة بشوف ليش عليه. أخونا جايب أقوال لفلاسفة ملاحدة تصوروا من ضمنها هذا الفيلسوف البريطاني دوغنز. بيسألوه في مسرح وهو بيعطي محاضرة بيقولوا له يعني عن معنى الحياة ليش موجودين، يعني ايش المعنى ايش الهدف من وجودنا. ببساطة رد بغطرسة انه اصلا هذا سؤال سخيف ولا يصح ان يسأل، يعني خليكم غايبين تفضل. سؤال سخيف. شوف كيف قاعد الالحاد بتورط في بصير امام الناس كلها قديش هو غبي. سؤال سخيف وبتقوله كمان وبترد على الزلمة اللي سألك قدام الناس كلها وكمان هذا سؤال سخيف ولا يجوز أن يسأل، ما بصحش يسأل. طيب الزلمة مستشكل شو أنا ليش عايش؟ جاوبه. طيب يبدو قديش معنا يا عمان الآن ساعة إلا دقيقة يعني نأخذ كم مقطع بهمش، وإن كان دائما إحنا بنتفاجأ الوقت مناسب بالنسبة للأذان. قديش بقي؟ بس بناخذ اذا اقل شويه ناخذ. طب خليني اخذ هنا شيء مش متوقع اني اقوله بس هون جوستاف لوبون انتوا سمعتوا فيه طبعا هذا من اللي كتبوا في الحضارات وبالذات حضاره العرب هو طبعا العرب والمسلمين جوستاف لوبون مشهور. لاحظوا ايش بقول، ان حضاره العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية. شو بوصف الأمم الأوروبية قبل ما العرب يتصلوا فيهم بقصد المسلمين، قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية. ودير بالك عم بيرجعوا للوحشية. فلقد كان العرب أساتذتنا شيك، وإن جامعات الغرب
لم تعرف موردا علميا سوى مؤلفات العرب، فهم الذين مدنوا، ويبدو يجوز مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا، والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه. تمام؟ طيب على أساس مين بيحاول يسخف من أمة العرب والمسلمين ويطعم في تاريخها؟ جماعة السيسي مثلا وجماعة فلان وفلان. طيب طيب نأخذ كمان واحدة فقط مشان على السريع. Our media doesn't show us the body. برضو هذا شفناه احنا. واحدة تكفي. 124 قائد عسكري من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين مسموع في إسرائيل الذين قدموا كمان مرة يرد كلامه كمان مرة. 124 قائد عسكري من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين في إسرائيل الذين قدموا قبل حول أكثر من شهر رسالة موقعة ويقولون فيها بالسطر الأخير إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب ولن طبعا تحقق. هذا يبدو من عرب الداخل اللي بسموها الداخل قال. طيب وهذا الكلام قبل 3 أشهر تقريبا كلامه. الأهداف التي وضعها رئيس الحكومة، هذه الرسالة أرسلوها لبنيامين نتنياهو نفسه وتجاهلها طبعا نتنياهو. والآن يعني لدينا من كبار رؤساء الأركان الجيش الإسرائيلي السابقين الذين يتحدثون بهذه الصراحة إلى المجتمع الإسرائيلي على ما يبدو، وهذه مشكلة أيزنكوت وغانس خلال يعني خدمتهم في حكومة الطوارئ، أنهم لم يتحدثوا إلى الشارع بصراحة كما يتحدثون الآن. أقول لهم بكفي، هو كلامه أطول شوية، بكفي الآن لأن الوقت أدركنا بالنسبة للصلاة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.